أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. أسأل الله جل وعلا لنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا ربنا جل وعلا في شهرنا هذا مغفرة ورحمة وعتقا من النار. هل يجوز الأكل أو الشرب عند سماع الأذان؟ أي أذان؟ الفجر ولا المغرب؟ أذان الفجر. انتشر بين الناس في الآونة الأخيرة بعض الكلام حول هذا الأمر، وبعضهم يدعو إلى الأكل والشرب وقت الأذان، وقد ورد في هذا حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني والأرناؤوط، لكن كيف نتعامل مع هذا الحديث؟ الحديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يأخذ منه حاجته. والحديث حكم عليه بالصحة. حديث خفيف جم، وضع بجواره أيضا ما جاء في سورة البقرة من قوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإن بلالا يؤذن بليل. في رواية أنهم كانوا يقولون: سيدنا عبد الله بن أم مكتوم قد أصبح، قد أصبح يعني أم، هنا يبقى الأمر أصبح الفجر إيه؟ يقين. وإحنا عندنا إن الصيام يقوم على ركنين: الركن الأولاني النية، والركن الثاني الامتناع عن الطعام والشراب من الفجر حتى الغروب. القضية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وغيره: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته، هنا أي نداء كان يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي نداء بالضبط؟ صوم الإنسان أولا، هذا الحديث يحمل على النداء الأول اللي هو نداء سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن الفجر أصبح يقينا أما زال لم يأتي بعد، أصبح لم يأتي بعد، ليس يقين الفجر، بلال لسه لم يؤذن الفجر، لم يأتي الفجر، هذا هو الأذان الأول. في رواية عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذان أذانان، أذان لا يحل، لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، وأذان، وأما الثاني فيحرم الطعام ويحل الصلاة. فالقضية مش قضية المؤذن، إن البعض أحيانا يقول لك المؤذن، طب المؤذن لو المؤذن اتأخر إحنا مرتبطين بالمؤذن ولا مرتبطين بالفجر؟ مرتبطين بالفجر، لا علاقة لنا بالمؤذن، فقد يؤذن المؤذن مبكرا أو يؤذن مؤخرا. احنا بعض الناس قاعده في المسجد يقول له: طب استنى شويه، انا مالي ما استنى شويه، حتى لو المؤذن قعد بعد ربع ساعه هاكل لحد المؤذن ما يؤذن. لا، اذا قضيت اذا سمع احدكم الاذان وفي يده الاناء، هذا يتعلق بالاذان الاول. ولذلك اجمع العلماء على ان من اذن عليه الفجر، من اتى الفجر عليه يقينا وفي فمه طعام، وجب عليه أن يرفضه إذا كان في اليقين، إذا كان يقينا على طول يلقي بهذا الطعام ومثله
ومثله من أكل أو شرب ناسيا. اتفقنا فإنما أطعمه الله وسقى. لكن ماذا لو تذكر والطعام في فمي؟ يمضغ بقى ويكمل المضغ وخد لك 25 مضغة عشان الأكل يبقى كويس وحلو على المعدة. لا، إذا تذكر وجب عليك أن يرفض. وإذا تذكر والطعام في فمه وتعمد إنزاله، وممكن يتذكر لكن بلع دون قصد، خلاص غصب عنه هذا لا شيء فيه، لكنه لو تذكر وجب عليه أن ينفض. تعال بقى الآن الأذان بتاعنا الموجود الآن، ودي بقى حاجة تانية، يبقى خلاص أكدنا على إيه؟ على إن إذا تيقن الإنسان من دخول الفجر وجب عليه أن يمسك، لكن في شك ليس هناك من منع أن يكمل طعام. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل، أخذ ماء من زمزم وسأل رجلين هل أذن المؤذن؟ واحد قال له آه واحد قال له لا. عمل إيه؟ لا ما مسكش، شارب. ليه؟ لأن في شك، واحد بيقول آه واحد بيقول لا، فشرب رضي الله عنه وأرضاه. شار ليه؟ لأن ليس هناك يقين، كل إن اتنين واحد بيقول آه واحد بيقول لا. وخلينا ساعتها ما كانش توقيت الساعة 5:03 و4 ودقيقتين، ده هو قضية ظهر الفجر أم لم يظهر، ففي شك، واحد قال آه والثاني قال لا، فهذا لا إذا لم يكن هناك يقين. الأذان الموجود الآن هل هو يقين؟ الساعة 6:03 5:02 هل هو يقين؟ لا مش يقين، هذا متقدم، هذا متقدم في الدنيا كلها، أذان الفجر متقدم ببعض دقائق، وهذا من باب الاحتياط. وبالتالي الأذان الموجود الآن دلوقتي لو أذن الفجر وفي يد أحدنا الإناء يشرب أم لا يشرب؟ اشرب، ليس لأنه لأن الاستهانة، لا، لأنه ليس يقينا، ليس يقينا. الأذان الموجود مش هنا بس في أمريكا، العالم كل العالم العربي والعالم الإسلامي، الأذان في الفجر إنما هو متقدم بعض دقائق، وهذا من باب الاحتياط. ولذلك احنا نقول ده الصيام ده ركن من أركان الدين، والاحتياط فيه واجب. لكن إذا كان هذا احتياط فنأخذ كمان احتياط على احتياط، فنأخذ القضية لا، فنقول لا بأس بهذا. لكن لو افترضنا إن احنا موجودين برا في 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 الصحراء وأمامنا كده الفجر، وفينا اللي بيعرف يعني إيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فإذا ظهر لا يجوز للإنسان أن يأكل ولا أن يشرب، قضي الأمر. وضحت أن يا أخوانا؟ يبقى الحديث الأولاني إذا سمع أحدكم النداء وفي يده الإناء فلا يضعه حتى يشرب حتى يقضي منه حاجته، هذا لأنه الأذان الأول بتاع سيدنا مين؟ بتاع سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. لكن إذا أتى أذان ابن أم مكتوم ده قالوا أصبحت ده يقين، فلا يجوز للإنسان. وإذا أذن المؤذن وفي فم الإنسان شيء واجب عليه أن يلفظه. الأذان الموجود الآن هو أذان متقدم ببعض دقائق، ممكن تقول دقيقة ممكن يكون دقيقتين، فإذا وجد الإنسان له حاجة، وخصوصا إذا كان بحاجة إلى دواء، بعض الناس بحاجة إلى دواء، فلا يمنع من أخذ ذلك ما دام الأذان ما زال يصدح به المؤذن. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم إن شاء الله. تفضل. الفرق لم يكن فرقا كبيرا، الفرق لم يكن فرقا كبيرا. لا أقرأ 50 آية، هذه اللي هي كانت مقدار، نعم هذا مكان الإقامة ما بين الإقامة والصلاة، نعم الله يجزيك كل خير. لكن قالوا في بعض الروايات إن هو كان على ما يأذن ويخلص ويرجع هم قالوا أصبحت، فلم تكن بالمسافة الطويلة. الأذان الأول هذا كان بعبارة إيه؟ بعبارة تنبيه، يعني استعد بالضبط، اللي نايم يصحى أحسن خلاص، واللي بياكل خلص أحسن، انتهينا خلاص، كنا أن ننتهي من هذا الأمر. الله يبارك فيك. الأيوة لا.
كلام جيد ان فعلا احنا مع الاحكام الشرعيه، وانا اشرت الى قضيه ده ركن من اركان الاسلام وينبغي على الانسان ان يحتاط له، والانسان ما يدخلش نفسه في ايه؟ في قيل وقال. لا خلينا بعيد، لكن يبقى هذا الامر في قضيه واحد محتاج علاج، والعلاج بالنسبه له ضروره ولا بد ان ياخده، وما خدوش هيعدي عليه 14 15 ساعه، وده بيضبط له مش عارف السكر او بيضبط الضغط معاه او مش عارف ايه في الكوليسترول، او ده مضاد حيوي بياخده كل 12 ساعه. كل هذه الامور تبقى ديت حاجه، لكن فعلا الاصل ان الانسان يحتاط لدينه، لكن الاحتياط في الدين ما يبقاش توسع فيه، لان لو دخلنا الدين الى مجموعه من الاحتياطيات وحاجات ايه هنضيق على انفسنا. جزاكم الله خير يا دكتور. بالنسبه للدول العربيه وبالاخص البلد عندنا في المغرب هناك تهليل الامام قبل الاذان، يبقى تهليل يهلل يقول اذكار الامام يهلل، نعم تهليل يعني تقريبا بعد سبع دقائق ولا خمسه يعني. دي عندنا التهليل عندكم بيسموه عندنا التهلات والتواشيح، عندنا كان بيأذنوا في مصر اعتقد في اذانين، في اذانين ولا ايه؟ واحد في بعض القرى في اذانين، ومكة وفي مدفع الامساك، مكه في اذانين. والاذان الاولاني خلي بالك كان ايه الفرق بين الاذان الاولاني والثاني؟ الاذان الاولاني ما فيش فيه الصلاه خير من النوم، الاذان الثاني هو اللي فيه الصلاه خير من النوم، ده برضه كان من ضمن المميزات. طبعا اذا كان الامام هيهلل او يكبر او حاجه من هذا القبيل يعني، او مدفع الامساك، هذا من باب التنبيه، هذا لا باس به ان شاء الله تعالى. الله يجزيكم خير، جزاكم الله خيرا، تقبل الله جل وعلا منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم.